محاضرة single phase AC voltage control. إذا تشوفون هذه الدوائر هي دوائر single phase AC voltage control. الديفايس المستخدم بالsingle phase AC voltage control هو يا أما يكون الترياك أو ثايرسترين متعاكسات. فهنا يا أما الترياك هاي الديفايس اللي ترياك هاي دائرة القدح، يا أما ثايرسترين تو ثايرستر إن inverse parallel connection. دائرة الـ AC voltage control الـ input يكون AC voltage، الـ output يكون variable AC voltage. فهنا القانون العفو التعريف AC to AC voltage regulator، يعني ممكن أن نسميها AC to AC voltage regulator أو نسميها AC voltage control. In AC voltage control is convert that controls the voltage, current and the average power delivered to an AC load from AC source. هنا أنا عندي أحول هذا الفولتية الـ RMS إلى فولتية RMS متغير. الفريكوانسي ثابت، يعني أنا أغير بالـ RMS فولتج مع بقاء الفريكوانسي ثابت. هاي الدوائر وين تستخدم؟ تستخدم لغرض السيطرة رقم واحد، لغرض السيطرة على الـ AC machine induction motor، أو مثلا باللايتنج الإضاءة، أو مثلا بالهيتنج. هنا اذا تشوفون هذه الدوائر اكو دائره جوا انا راسمها كاتب used of regulator to control DC load voltage، ممكن ان استخدمها مع diode rectifier. احنا اخذنا شنو rectifier؟ هذا diode rectifier يعني غير مسيطر عليه. ايش اخلي قبله؟ الريجوليتر اللي هي هذه الدائره. فش يكون؟ يكون هذا الدايود ريكتيفاير مسيطر عليه عن طريق الريجوليتر. هنا راح احصل تكلفة اقل، التكلفة اقل راح احصل، وككونترول يكون افضل. ككونترول يسوي لي نفس كونترول اللي هو الدايود ريكتيفاير، بس هنا شو يكون؟ يكون التكلفة مالته اقل. زين، أنا عندي input AC راح أحصل output أيضا AC، ولكن هذا output الـ AC متغير، الـ RMS مالته متغيرة، الـ frequency باقي ثابت. هذه الدائرة هي دائرة diode rectifier، يعني فقط دايودات، يعني غير مسيطر عليها. إيش أخلي قبلها؟ أخلي قبلها الريجوليتر اللي هو هذا اللي هو الـ AC voltage control، او هذا يا اما اخلي ثايرسترين متعاكسات او اخلي الترياك. هذا الترياك راح يسيطر لي عليه من على الدايود ريكتيفاير، اوكي، وبهذا انا راح تكون التكلفه مال هذه الدائره اقل من تكلفه اذا خليت فول ويف ريكتيفاير كنترول اللي هي كلها ثايرسترات. فهنا راح نشوف شلون تشتغل هذه الدائره. بداية أنا عندي AC مرة موجب مرة الموجة تكون سالبة. فمن تكون الموجة موجبة، يعني هنا المصدر ناقص هذا سالب موجب بوزيتيف، هذني اثنين ثايرسترات، من اللي راح يشتغل بالبداية؟ T1. إذن راح يشتغل T1، إذن ثايرستر رقم واحد راح يشتغل. فالموجة الموجبة مهيئة للعبور للاوتبوت. ايش وقت ما يجيها هنا شنو؟ بلس عن طريق هذا الجيت. فالاوتبوت هنا
راح يكون الموجة هذه الموجبة هي اللي راح تكون على الاوتبوت بعد ما انطي هنا على قدح هذا الثايرستر. فراح شو تشوف هنا؟ تشوف انه الموجة الموجبة هذه راح تظهر على الاوتبوت بس شنو؟ من الفا، يعني من اني انطيها قدح هذا السويتش. رقم اثنين، هذه حالة رقم اثنين، انه شنو هسه؟ الموجة السالبة حاليا هسه اجت الموجة السالبة، فيكون هنا سالب هنا موجب. الموجة السالبة اللي هي هذه هسه اجت لي الموجة السالبة، زين. من اللي راح يشتغل؟ تي 2. اذا تي 1 هذا ماكو، ما راح يشتغل. فالاوتبوت هنا الاوتبوت هاي ماكو، يعني راح تنعكس، راح تصير سالب موجب. الاوتبوت هنا راح هذه الموجه السالبه، هاي الموجه السالبه راح تعبر للاوتبوت، راح تعبر للاوتبوت بعد ما اني انطي شنو؟ قدح الى الثايرستر الثاني. الثايرستر الثاني ايش وقت يقدح؟ يقدح بعد الفا زائد باي، يعني ثايرستر رقم واحد ات الفا اللي هي مثلا 30، ثايرستر رقم اثنين ات الفا زائد باي، يعني ايش قد يصير؟ 210. فالاوتبوت ايش راح يكون؟ الموجه السالبه راح تعبر الى الاوتبوت بالفا باي زائد الفا. هذه بالسايكل الاولى راح تتكرر بالسايكل الثانيه السايكل الثالثه وهكذا. اني عرفت انه الانبوت مالتي كان ساين ويف، هذا الاوتبوت هنا اللي حصلته ايضا ساين ويف بس مسيطر عليه كنترولد. هاي رقم واحد. رقم اثنين، هنا الار ام اس راح يتغير، الفي ار ام اس راح يتغير، يعني هنا الار ام اس هذا ايش جاي تشوفه غير هنا الار ام اس اللي يظهر لي على الاوتبوت. ففي ار ام اس على الاوتبوت ايش راح يكون؟ تحت الجذر راح اخذ فقط موجه واحده، اخذ موجه واحده واضربهم في اثنين. فهنا اذا اشوف تحت الجذر راح يكون واحد على باي اللي هي ممكن ان كانت شنو؟ اثنين على اثنين باي على اعتبار موجتين اثنين والفريكوانسي مالته هو كله التايم 2 باي، فراح يكون 2 على 2 باي، فانا اختصرتها فصارت 1 على باي. حدود التكامل من الفا الى الباي، حدود التكامل من الفا الى باي. هذا على يمين يتحرك، يتحرك في ام ساين اوميجا تي، بما انه هو روت مين سكوير، اذا هذا المين 4 دي اوميجا تي. بعد ما هذا الفي ام اللي هو في ماكس يطلع خارج هذا التكامل، هنا الساين تربيع افتحه يفتح بعدين اكامله، راح مره اعوض الفا مره اعوض باي، بالاخير راح يطلع لي هذا الفورمولا القانون اللي هي في ام الى جذر 2 تحت الجذر 1 ناقص الفا على باي ساين زائد ساين 2 الفا الى 2 باي. هذه القانون مالتي في ار ام اس، هذا في ار ام اس. اذا اريد الافرج، اذا اريد الافرج هو فقط واحد على باي من الفا الى الباي في ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي فقط، بدون الجذر بدون التربيع. اذا اريد الفولتج اوتبوت كافرج، بما انه انا عندي الفي ار ام اس هنا الاوتبوت وهذه هي باعتبار في ار ام اس انبوت، لان في ماكس على جذر 2 في ار ام اس انبوت في ماكس على جذر 2، اذا اني اقدر اقسم الفي اوتبوت على الفي ام الى جذر 2 اللي هي في ار ام اس انبوت، ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني الباور فاكتور. فالباور فاكتور ممكن ان اقول في ار ام اس
output الى VRMS input ويساوي 1 ناقص تحت الجذر 1 ناقص الفا الى باي زائد ساين 2 الفا الى 2 باي. دائما مرات اقول بروف ذات ذا باور فاكتور ان اي سي فولتج ريجوليتر او اي سي فولتج كنترول از تحت الجذر 1 ناقص الفا الى باي زائد ساين 2 الفا الى 2 باي. فلازم انت تبدي بهذه بعدين تقول الباور فاكتور يساوي في ار ام اس اوت بوت الى في ار ام اس انبوت ويساوي لي بالاخير هذا الجذر. اذا اريد التيار اللي على الثايرستر التيار على الثايرستر هذا تيار الاس سي ار اللي هو ثايرستر ار ام اس يساوي تيار الاوت بوت ار ام اس الى جذر 2 وهو تيار الاوتبوت ار ام اس هو في ار ام اس اوتبوت الى المقاومه لان هنا أنا عندي فقط اللود مالتي مقاومه. فاذا اريد اطلع الفي ار ام اس فاقول الفي التيار الار ام اس اقول الفي ار ام اس اللي هي هذه الى المقاومه. وبالتالي انا هنا اذا تتذكرون هنا ايش قلت is a convert that control voltage current and average power delivered. الفولتج فهي فولتج ار ام اس. كرنت فهي كرنت ار ام اس. افريج باور ديليفرد هي الباور اللي تكون على المقاومه واللي هي تكون يا اما في اوتبوت ار ام اس سكوير الى ار او التيار الاوتبوت ار ام اس سكوير في الار. اوكي طلاب؟ هنا واضحة مو؟ تمام دكتور تمام. زين هسه أنا هذه اشتقيتهن إيش بقت عندي؟ بقت عندي هذه الرسمة. هاي الرسمة هي الفولتية على الثايرستر اللي هي إحنا شنو نقول إلها هي شنو؟ هي فولتية الأنبوت هي فولتية الأنبوت ناقصا فولتية الأوتبوت. فولتية الانبوت ناقص فولتية الاوتبوت راح تظهر عندي بهالشكل هذا من الصفر للالفا بعدين من الفا الى باي زائدا الفا. هاي الرسمة هي التيار الاوتبوت. هاي الرسمة هي تيار الاوتبوت هي هاي فولتية الاوتبوت تقسيم المقاومة. هاي الفولتية تقسيم المقاومة القمة هنا راح تقل لان في اوتبوت ار ام اس تقسيم المقاومة. هذا السؤال شو يقول؟ The single phase AC voltage control has 120 voltage RMS 60 Hz source. The load resistance is 15 ohm. Determine رقم واحد أو A the delay angle required to deliver 500 watt to the load. يريد قيمة الألفا اللي راح تجهز لي 500 واط المن لللود. ار ام اس سورس كرنت تيار الار ام اس سورس يعني الانبوت المصدر. ذا ار ام اس اند افريج كرنت ان ذا اس سي ار اللي على الثايرستر يريد الار ام اس والافريج كرنتس. ذا باور فاكتور هسه اني اقدر هذا السؤال تقريبا واضح على هاي القوانين بس ايش محتاج؟ محتاج قيمة الالفا حتى اطلع ال VRMS output اريد الالفا. حتى احسب التيار لازم الفولتية، الفولتية ايش تحتاج؟ الفا. حتى احسب اثنان التيار ايضا هناية ايضا لازم احسب التيار هذا اللي هو من هذا اللي هو لازم ارجع وين؟ على الالفا. فاني احتاج الالفا. هو ايش قايل لي؟ قايل لي انه الباور 500. فأنا ايش اقدر اقول؟ اقول الباور يساوي في ار ام اس تربيع الى ار. الار موجودة عندي؟ نعم موجودة. الباور موجودة عندي؟ نعم موجودة. اذن راح تطلع الفي ار ام اس الفي ار ام اس راح تطلع راح اقول في ار ام اس تربيع تساوي البي في الار اجذر الطرفين فهذا التربيع يروح هاي انها تصير تحت الجذر بي ار 500 في 15 اجذرهم راح تطلع عندي الفولتيه
86.6. هذه في اوتبوت ار ام اس. هسه الفي اوتبوت ار ام اس موجوده عندي، الفي اوتبوت ار ام اس موجوده عندي، والفي ار ام اس انبوت ايضا موجود عندي. هذا هنا هو قايل لي سنجل فيز اي سي فولتج كنترول 120 ار ام اس 50 هير 60 هيرز سورس. فهذا الفي ار ام اس انبوت ايضا موجوده عندي، فهذه ايضا موجوده عندي، الاوتبوت موجود عندي انا هسه استخرجته. ايش يبقى؟ يبقى هذا تحت الجذر 1 ناقص الفا الى باي ساين 2 الفا الى باي، فقط الالفا هي المجهوله. فراح يكون 86 هاي حولها للطرف الثاني تحت الجذر 1 ناقص الفا. هنا الالفا شلون استخرجها؟ هذه الالفا شلون استخرجها؟ يقدر طالب يقول لي هنا الالفا شلون استخرجها؟ ها طلاب ساين ثيتا، يعني القانون مال فرق الزاويه ساين ثيتا وساين ساين الفا او ثيتا او الفا وبيتا. شلون راح هم شلون راح هذا في قانون الفرق هم راح تطلع بيه زوايا؟ شلون راح تقدر دكتور يعني حوله من الراد لجسمه سكن شيء؟ لا الالفا 100 هذه راح يكون هنا بالاخير راح تطلع عندك اكو مقدار بي الفا واكو ساين ايضا الساين 2 الفا وراح يطلع لك يعني يساوي فد شيء فد رقم. او شو تقول؟ تقول يا الفا اني اعوضها هنا تطلع لي الصفر يعني بهذا المقدار شوفه، تقول يا الفا اني اعوضها بهاي المعادلة حتى تطلع لي صفر، فتاخذ مجموعة من القيم يلا تقدر تستخرجها، أو برنامج يعني بالماتلاب تكتبه راح يرسم لك إياها، بعد ما يرسم لك إياها راح تطلع لك قيمة الألفا إلا بهذه الطريقة، ولا أنت ما تقدر تستخرجها بطريقة ثانية. دكتور صراحة الخطوة الأخيرة شيء مو واضحة مال الاستخراج الألفا، يعني ما أفهم شلون. يعني راح تسوي لك جدول، راح تسوي جدول تعوض مثلا الفا 10، تعوض هنا وهنا الفا 10 وتستخرج هذا الناتج، يطلع صفر ما طلع صفر، تروح تصعد بقيمه الفا، تقول الفا اذا اخذها راح 20، تعوض هنا 20 هنا 20، تستخرج الناتج. فهمتك، يعني ناخذ قيم احنا نفترضها ونشوف يطلع صفر ولا ما يطلع صفر. بالضبط، الى ان تطلع لك تقريبا 88. اي طبعا ممكن ان يكون اكو فرق بسيط، مثلا طالب يطلعها 88، اكو طالب يطلعها مثلا 89، اكو طالب يطلعها 87، ماكو مشكله. هو انا هذا اللي اقصده، يعني اذا فد رقم كلش قريب للصفر فراح تطلع تقريبا، اكو طلاب راح يطلعوها يمكن هنا 90، او يطلعها 89، او يطلعها 87، ماكو مشكله. ممكن انت بس الطالب اللي 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 عوض ليش يضيع يعني تعبه؟ الطالب اللي عوض ليش يضيع تعبه؟ فخلي يسوي جدول، خلي يسوي جدول، هو قاعد يطلع ارقام وبعدين يخليه، لان هذا تعب. من يقول ما مثلا طالب هو ناقلها او فد شيء؟ اوكي زيد؟ نعم استاذ. هو فش نقول؟ نقول تيار الافرج، هذا تيار الافرج هو الفولتيه فولتيه الماكس، هاي هنا في ار ام اس ضربها في جذر 2 اذا هي في ماكس الى 2 باي 1 زائد كوساين الفا. هذه تيار الفولتيه الافرج اقسمها على المقاومه تنطيني تيار الافرج او التيار بالنسبه للثايرستر الافرج. او يجي طالب يقول لا اني اريد اعوض، يعني هذا القانون اني ما حافظه فاريد اعوض، فشي يقول ايش يقدر يقول؟ واحد على باي من الفا الى باي في ماكس ساين اوميجا تي دي اوميجا تي without شنو؟ بدون التربيع وبدون الجذر. هاي واضحه؟
تمام. اوكي فاحتمال بالامتحان اطلب شو اطلب؟ اطلب الفي ار ام الفي فولتج اوتبوت افريج او اقول لك اوجد لي فولتيه الاوتبوت بدون الار ام اس، يعني ما قايل لك في ار ام اس. اوكي فانت شو تقول؟ تقول هي في ماكس، هذه في ماكس الى 2 باي 1 زائد كوساين الفا، او تعوض بهذا القانون بدون التربيع وبدون الجذر. بالنسبه التيار الار ام اس كرنت، شوف هنا التيار الار ام اس كرنت هو اي اوتبوت ار ام اس الى جذر 2. فهنا تكامل منين لي وين فوق صعد القانون جي 3 وبدون هذا اي من الفا الى باي، من الفا الى باي. اوكي نفسه بس قلت لك بدون التربيع وبدون الجذر. اوكي هذا هذول الثنين التيارين تركز لي عليهم، هذا تيار الثايرستر ار ام اس، هذا تيار الثايرستر الافرج. طبعا هنا انا شو احتاجيت؟ احتاجيت قيمه الالفا اللي هي اصلا ما موجوده بالسؤال اللي احنا حسبناها من الباور. هسه اذا اريد الباور فاكتور، اذا اريد الباور فاكتور يساوي الباور الى الابرنت باور، يعني الباور كواط الى الابرنت باور. الباور كواط 500، الباور كابرنت هي الفولتيه في التيار. هنا هذا التيار شوف هنا سورس ار ام اس كرنت هو نفس تيار الاوتبوت، يعني الانبوت نفس تيار الاوتبوت كار ام اس كار ام اس. فهنا قال 120 في 5.77. ممكن طالب هذا القانون ما يكتبه؟ نعم ممكن هذا القانون ما يكتبه. شو يعوض لي؟ يعوض لي بهذا القانون. فواحد ناقص الفا على باي زائد ساين 2 الفا الى 2 باي تحت الجذر ينطيني ايضا الباور فاكتور. فممكن انت تعوض هذا القانون، ممكن ان تعوض هذا القانون. اوكي طلاب؟ اوكي دكتور. هسه احنا كملنا انه السنجل فيز فولتج كنترول اخذناه فقط الاوتبوت مقاوم، حاليا راح ناخذ الاوتبوت اذا ملف. الاوتبوت اذا ملف شنو الشيء اللي يتغير؟ الشيء اللي راح يتغير اذا ملف، احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا ملف ايش راح يكون؟ راح يكون الدائره راح يظهر منه السالب مال من؟ مال الفولتيه اللي على منه؟ اللي على الملف. يعني احنا قبل كانت عندنا خلنا هنا هاي اجيبها، فقبل الاوتبوت كانت هذه ما تظهر عندي، او هنا هذه كان الاوتبوت بهالشكل صح؟ نعم صح. ليش؟ لان كانت فقط المقاومه بدون ملف. بدون ملف. اها فهذه هسه شنو تاثير الملف؟ تاثير الملف هذا راح يظهر وين؟ على الاوتبوت. ليش؟ لان هسه اني خلينا نقول انه رقم واحد راح يشتغل عندي ثايرستر رقم واحد. ثايرستر رقم واحد اشتغل، اجته قطع اشتغل، هذا ثايرستر رقم واحد وصل الى الباي طفى ثايرستر رقم واحد. ثايرستر رقم اثنين هسه الدائرة لا ثايرستر رقم واحد يعني الات يعني لحظة الباي، يعني من وصلت لهاي النقطة، من وصل لهاي النقطة لا ثايرستر رقم واحد مشتغل ولا ثايرستر رقم اثنين مشتغل. هسه منو راح يكون الملف؟ الملف عليه فولتية، راح هو يبدي شنو؟ يفرغ، يفرغ هاي الفولتية. زين فالفولتية وين راح تظهر؟ راح تظهر على الاوتبوت، فراح يكون بهالشكل هذا، وراح تظهر هنا الفولتية على الاوتبوت. بعدين راح تبين تجي الفا، شوف هاي هنا انا خلص هذا الشحن مالته، بعدين اجت الفا
وصلت الى هذه اللي هي 2 باي اللي هي باعتبار الصفر. هسه الثايرستر رقم 1 طافي، ثايرستر رقم 2 طافي، راح تبدي منه يشتغل ايضا الملف يبدي يفرغ، راح يفرغ هاي المقدار مقدار البيتا. اوكي، هذه فولتية الاوتبوت بهالشكل. هذا الفولتية على الثايرستر او الترياك، الفولتية على الثايرستر او الترياك فهي فولتية الانبوت اللي هي ساين ويف ناقص فولتية الاوتبوت، هذه هي فولتية الاوتبوت، ينطيني الفولتية على الثايرسترات. فهذه هي، هذه هذه الفولتية على الثايرسترات، هذه الفولتية مالت الاوتبوت. الفولتية على الثايرستر هي في ار ام اس، مو في ار ام اس اوتبوت، في انبوت ار ام اس. يعني يا اما هسه هنا انا بهذا السؤال اللي هي ال 120 هاي الار ام اس، او انت شو تقول جذر 2 في الفي ماكس. احنا هذا سؤال، هذا سؤال مش موجود به هسه، هذا السؤال موجود به قيمة المقاومة وقيمة الملف. الديلي انجل الفا هنا هسه مطيها 90، زين؟ رايت اكسبريشن ذا لود كرنت ار ام اس لود كرنت ار ام اس اس سي ار كرنت مال ثايرستر الافرج اس سي ار كرنت الباور ديليفرد تو ذا لود اند الباور فاكتور. أنا هنا بالسؤال هذا راح السؤال راح يكون الهوم وورك مالتكم، بس أنا شو مسوي؟ مطلع لك قيمة الزت، مطلع لك قيمة البيتا، زين؟ هذه، ومطلع لك قيمة الزت هاي التان اللي هي أوميجا إل إلى آر، ومطلع لك أيضا الألفا هي موجودة. اللود كارنت، شوف هنا اللود كارنت قايل لك في ماكس اللي هي هذه، شوف هنا اللود كارنت في ماكس الى زت، طلع لك فقط اللود كارنت، زين؟ اللي هو هذا الار ام اس لود كارنت. ايش تحتاج ار ام اس لود كارنت؟ تحتاج تعوض هنا الفولتيه هذه، الالفا موجوده عندك، في ماكس موجود عندك، الالفا موجود عندك، تطلع لك الفي ار ام اس، الفي ار ام اس موجوده، تقسيم المقاومه يطلع لك تيار الار ام اس، تيار الار ام اس هسه موجود، تقسيم جذر 2 يطلع لك تيار الثايرستر الار ام اس. بس تيار الثايرستر كافرج لا، شو تعوض؟ تعوض هذا القانون، تعوض هذا القانون. فعندك جذر 2 الفي ماكس عندك 2 باي، المقاومة هنا عندك ايش قد قيمتها؟ خلينا نشوفها 20، الفا هنا 90 راح تكون، راح يطلع لك التيار الثايرستر كافرج. الباور فاكتور ممكن تطبق هذا القانون، تطلع الباور وتقسم وتطلع لك الباور فاكتور، او تعوض بهذا القانون، هذا القانون مال الباور فاكتور. او شو تقول؟ تقول الباور، انت عندك هذه هي الباور، في ار ام اس عندك حسبتها، تقسيم المقاومه تطلع عندك الباور. اوكي، اصور يعني السؤال ما بيشي. اوكي طلاب، ان شاء الله. دكتور شنو مطلوب مني بالهوم وورك؟ هي هاي الاشياء اللي انا حكيتها هي هاي المطلوبه بالهوم وورك. انا ما مستخرج اي شيء، انا بس مستخرج اللود كرنت، بس هذا هنا الار ام اس لود هسه حكيناه شلون يظهر، الار ام اس بالنسبه للثايرستر كرنت حكيناه، الافرج ايضا، والباور ديليفر. يعني انت بس مجرد عليك تستخرج هاي الاشياء اللي مطلوبه بالسؤال. اوكي هسه نجي لهذا السؤال. هسه مثلا هذا السؤال هنا، هذا السؤال لو انا اجيبه لكم
راح اغلب الطلاب راح يقولون هاي الدائره منين؟ شنو هاي الدائره؟ اغلب الطلاب احنا متعلمين ان يكون الترياك هنا واللود هنا. هذه هي نفسها دائره مالتنا، احنا بس مجرد هاي التوصيلات غيرناها، ولا هو الباور هاي هالشكل هذا، سواء كان اللود هنا او هنا او الديفايس مالتي هنا واللود يكون بالاتجاه بهذا الاتجاه. فهذه هي الدائره مالتنا اللي هي اي سي فولتج كنترول. هاي رقم واحد. رقم اثنين، هنا انا ايش كاتب لك؟ اترياك كنترولر. هنا أنا ما كتبت لك اي سي فولتج كنترول، المفروض انت تعرفه انه هي هذه اي سي فولتج كنترول. هنا قايل as shown in fig provides variable power to 200 ohm resistive load from 240 voltage. هذه هنا الريزستيف 200، الفولتيه 240 50 هرتز سبلاي. Determine the value of RMS load current, power and converter power factor for firing angle مرة 30 مرة firing angle 150. يعني هذا السؤال راح تحله مرتين، مرة 1030 مرة 1150. خلينا نشوف الحل هو شلون حاله، او احنا شلون راح نحل. في القوانين مالتي اللي هي هذه في اوتبوت RMS، في اوتبوت RMS اللي هي راح تكون في ام على جذر 2 تحت الجذر 1 ناقص الفا الى باي ساين الف 2 الفا الى 2 باي. بس هنا هو منطيني اياها الفي ار ام اس اللي هي ال 240 منطيني اياها، فاقول 1 240 تحت الجذر 1 ناقص الفا، هنا الفا راح اعوضها، الفا راح اعوضها 30، بعدين اجي هنا 2 في 30 60، راح يطلع لي الفي ار ام اس، اقسمها على المقاومه راح يطلع لي تيار الار ام اس، ممكن اطلع تيار الار ام اس للثايرستر. زين انا هسه حسبت تيار الاوتبوت ار ام اس في ار ام اس على المقاومه، في ار ام اس ايضا حسبتها، اقدر اطلع الباور؟ نعم، الباور يساوي في ار ام اس سكوير الى الار. زين الباور فاكتور ممكن ان استخدم هذا القانون، او ممكن ان استخدم قانون الباور فاكتور اللي هذا. هسه اذا اجي للسؤال هنا، شوف نفس الشيء، نطلع ال RMS output، قايل في RMS output الى R، ال VRMS output الى R، شوف هو هذا اللي هو تحت الجذر في ال VS RMS. هنا أنا هو معوضها اللي هي 240 تقسيم المقاومة، المقاومة اللي هي قيمتها 200، المقاومة اللي هي قيمتها 200، فهنا طالع عنده التيار ال RMS. الباور اي RMS سكوير في R، او في RMS سكوير الى على R، نفس الشيء. الباور فاكتور شوف هنا بي اي اس في التقسيم الفي اس في الار ام اس اللي هو نفسه هذا القانون، او تريد تحسب من هذا القانون. هذا هو الباور فاكتور. هسه وين نجي؟ نجي الى المطلب الثاني، رايت اذا الفا 150، إذا ألفا 150، إذا ألفا 150 نفس الحل، بس مجرد هنا راح يعوض ال 150 في 2 راح يصير 300، فقاعد تشوف إنه الباور، شوف هنا من كانت الألفا 150، من الألفا 150 شوف هنا الباور قلت، من ألفا 30 شوف هنا الباور شلون أكثر كانت، الباور فاكتور كان اعلى، هنا الباور فاكتور قل. اوكي، الشيء المأخذ عن هذا النوع من الكنترولر انه يكون الهارمونيك، بس مشاكل الهارمونيك، فيكون التيار نون ساينسويدال، يعني نون ساينسويدال، فراح تكون عندي هارمونيك بهذا النوع من الكنترولر اللي هو single phase AC voltage control. بهذا نكون خلصت المحاضرة مالتنا لهذا اليوم.
إذا أكو سؤال أو أي مناقشة أني حاضر. شكرا جزيلا.